كل التحيات لكم واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامجنا لليوم. قد تكون الاطلاله اليوم محورها ايجابيات انطلاقا من مواضيع كثيره متعثره، مواضيع ومعاناه بنحكي عنها على مدار ايام السنه، فيحق للشاعر ما لا يحق لغيره، وكيف اذا كان هذا الانسان هو كاتب كتاب مهم جدا من خلاله بيضوي على كثير من الايجابيات باكبر ضيعه في لبنان لمتين. اسمحوا لي ببدايه اللقاء اليوم من اطلالتنا نرحب بضيفنا دكتور بهيج مجيد الانطار، الاستاذ في الكليه الحربيه والجامعه اللبنانيه. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك، وانا ممنونكم كثير على هالمقدمه الحلوه، وتلفزيون لبنان هذا ان شاء الله بدمنا. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله بدمنا. وبهالمناسبه رحب اذا بتسمح. نعم. قدم لك هالكتاب. ايه التاريخ. اذا بتسمح لي. خليك محلك. قل لك وهيدي. شكرا لك. يعني انطلاقا من اهميه المتين في التاريخ والايجابيات اللي انت حريص دائما عليها. طبعا الواقع بيقول انه لابد وانه يكون في بهذه الحياه ليل نهار حلو ومر، مشاكل، معاناة، إنجاز التعبير، ولكن يلي لفتني أنه حضرتك أنت رغبت أنك تضوي على هذه الإيجابيات، انطلاقا من شو استمديت هذه الإيجابيات لحتى تضوي عليها بتلفزيون لبنان؟ انطلقت أولا من بلد تلمتين اللي إلي فضل كبير علي. نعم. ومن عائلتي اللي دائما كانت عند خير وبركة العائلة طبعا، خطوات إيجابية. نعم. والواقع لمتيني هو اللي بيحتم علينا أنه نكون إيجابيين، لأن توقد شمعة خير من أن تصب الظلام. حلوة منك. وأهم شيء إذا كان في من حقد، مع أنه ما في حقد، علينا أن نذوب الحقد بنار المحبة. طبعا هذه الخلاصة ما فيها حقد. يسلم تمك. يعني هذه الخلاصة اللي أنت هلا عم تحكيني فيها. نعم. يا ريت ممكن نتوسع من خلالها لنضوي على بعض الإيجابيات. نعم. انطلاقا من مشاريع الكل ساهم فيها. نعم. لحتى تكون لمتين البهية على أبهى صورة. نعم. اليوم الله يخليك. لابد من إلقاء نظرة أو كلمة موجزة في لمتين. حول لمتين. نعم. لمتين من أكبر الضيعة اللبنانية مساحة. نعم. الله. تمتد من بعبدات حتى حدود شمصطاف، فيها شبكة طرقات داخلية وإقليمية بتمتد على زحلي وعلى سهل البقاع. نعم. والشبكة اللي هي بلمتين أنشأتها أول بلدية عندنا بلمتين سنة 1936 برئاسة يوسف سلامي. نعم. هو اللي شق الطرقات بمعاونة قائد الدرك الياس بيكر مدور. هي مناسبة لنحيي كل رؤساء البلديات والمخاتير والمعنيين بلمتين اليوم. بعدين كمان من 36 لحد اليوم. نعم. 54 55 لل 64 لحد اليوم كل البلديات كانت تشتغل ضمن إمكانيات، لأنه إمكانيات الدولة بتعرف. نعم. بس ولا حدا قصر من رؤساء البلديه اللي انا عايشتهم لحد. نعم. اليوم، وانتهاء برئيس البلديه الاستاذ زهير ابو نادي، ما حدا قصر. نوجه له تحيه للرئيس. بنوجه له تحيه، وبتمنى عليه انه يتابع هالمسيره ويجعل المتين مثل ما انا بتمناها ومثل ما هو بتمناها، مش ما مثل اللي بيحاولوا انه دائما يكونوا سلبيين. نحن إيجابيين. مين بده يكون سلبي أمام هذه الروح الإيجابية اللي عندك؟ ما حدا يعني ما حدا. نعم. رئيس البلدية حامل على صدره. نعم. تقل المتين وتشعبات المتين، لأنه زادت الصلاحيات. نعم. وتوسعت المتين، صبحت فيها 9717 محضر مساحة، توصل لحدود بسكنتا. توصل. نعم. لحدود بسكنتا فيها آثارات قديمة. نعم. لمتين بلد فينيقية. نعم. في برج المسيق الأثري وفي النواويس. كله محافظ عليه سيدي اليوم. كله محافظ عليه. موجود يعني بهذه الموسوعة اللي قدمتنا إياها. وبتمنى. نعم. على بلدية لمتين برج. نعم. المسيق الأثري تحافظ عليه، لأنه الفينيقيين برج المسيقة. نعم. الأثري
اللي هو بملكنا الخاص ملك الأرض رقم ملك آل الأنطار يعني ولا ملك بيتنا نحن بيتي أنا بهيج القنطار وخيي إنه رقمه 5103 تحافظ عليه وتجعل منه برج حقيقي لأنه كان واقعه اليوم شو بيقول؟ واقعه اليوم منه كتير منيح لأنه ما في اهتمام بده عوني لحتى يكون كله منيح كلنا سوا؟ بتمنى من مديرية الآثار تلتفت صوبنا شوي لأنه انتين فيها آثارات وفيها ساحة الأمراء اللامعيين من أكبر الساحات في لبنان مساحتها 5000 متر مربع بتمنى على مديرية الآثارات إنه تلتفت شوي لها الضيعة الجبلية النموذجية اللي ما عرفت إلا المحبة وكانت بعيدة كثير عن التشنجات وعن السياسيات البعيدة. عم نشوف بعض المشاهد أنا وياك سوا على شيء عن واقع المتين عن جماليتها. هيدا مدفن الأمراء اللامعيين جنب بيتنا هون. هالمدفن يحتاج لترميم يمكن هذا يحتاج كثير. كمان من وزارة الثقافة مطلوب إنه تهتم مطلوب من وزارة الثقافة ومن معالي الوزير يلتفت ما عنده الخبر فيه بعد لليوم. إنه بحاجة لترميم قد يكون معه يعني هذه يعني هالكتابات هالكتابات هذا 1860 شفنا شيء 1860 آخر من دفن فيه 1860 عفيقنا نحن ما حدا دفن منه هذا أمراء اللامعيين من إجوا عالمتين 1936 يحتاج محيطه يمكن لترميم أكيد نعم يحتاج محيطه لترميم وتأهيل بده ترميم نعم هو ملك مين هو مدفن أمراء اللامعيين رقمه 1538 بسم الله عليك طب يعني مين يعني إذا وزارة الثقافة بدها يعني التابع هذا الموضوع مع مين من المعنيين؟ أول شيء في عندنا مجلس بلدي تابع مع المجلس البلدي وإذا نحن فينا نقدم شيء لبني تنبني هذا المكان ما عندناش مشكلة وهون اللي عم نشوفه هيدا ولي أحد الأولياء في طائفة الموحدين الدروز يمي كانوا الأمراء اللامعيين على الطائفة الدرز ما كانوا عموا مسيحيين هذا أحد الأولياء من طائفة موحدين الدروز يعني كمان بيحتاج لاهتمام ورعاية من وزارة الثقافة طبعا 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 أكيد لأنه هذا عمره 350 سنة نحن بدنا نشرك على هذه الإطلالية اللي من خلالها حملتنا هذه الملفات لنتابع نحن مع الوزارات المعنية وأكيد معك رح يكون لنا جولات وصولات لأنك حضرتك أنت مهتم يعني انطلاقا من هالكتاب اللي بين إيدي المتين في التاريخ واقعا ومرتجى أيمتى عملته من أي واقع استندت لحتى يكون عندك المرتجى المطلوب استندت واقع المتين من أول ما تكونت متين بلد قديمة بلد قديم جدا ومأهول هذا بيتنا هذا بيتنا جنب المدفن بسم الله قديم تعود إلى العهد الفينيقي وهو بيت مين هون؟ هذاك بيت هيدي ساحة الأمراء اللامعيين وهيدي القصور حواليها كانت الأمراء اللامعيين واليوم كذا ملك خاص هيدي بوجنا هون المشنقة كانوا الأمراء اللامعيين يشنقوا فيها صبحوا كل هالقصور ملك خاص كل واحد تملك ملك خاص يلا على جمالية لبنان لبنان الحلو لبنان الأخضر لاحظ هذه الجمالية الحلو بهذا المدى هيدي مهنية المتين اللي بنحكي عنها هلق بعد شوي هي اللي بناها بمسعى من مفوض الحكومة مجلس الإنماء والأعمار الدكتور طبال القنطار 2003 بنيتها هذه مهنية المتين الرسمية من الخارج مجهزة ومن الداخل مجهزة مجهزة فيها تلاميذ فيها صفوف بالصفوف كافة وفيها مين يلي قلت لي مين يلي عملها؟ الدكتور طلال مجيد بقنطار مفوض الحكومي في مجلس الانماء والاعمار بمسعى بيقربك يعني خيك الله يخليكم اياه بمسعى بمسعى كثير حلوة طبعا بمسعى رئيس البلدية بهيك الوقت طبعا كثير منيح ولكن من الحوافز اللي مثل ما قلت انه كل واحد عم بيقدم يعني مساهمته الاستاذ مراد النكوزي الله يرحمه الاستاذ يوسف عقل وكانت عضويه الاستاذ زهير اللي هو اليوم رئيس البلديه واليوم رئيس البلديه الاستاذ زهير بونيري عم يهتم كثير بهال 2013 هون نحن عم نعمل 2003 2003
مش 13 لا هذا مستندات عندي هون. نعم 2003 رئيس البلدية بنوجه له شكر انه عم يهتم فيها، وسيدات الانتين عم يهتموا فيها كما بيساعدوها. هذا خزان المي اللي بدنا نحكي عنه. نعم خزان المي شو وضعه اليوم؟ خزان المي هيدا المي اجت على المتين بسنه 1936. نعم يمي كان رئيس البلديه الاستاذ يوسف سليمي ب 92. نعم بلديه المتين بتطلب من مجلس انماء والاعمار. نعم هذا كتاب موجود هون. نعم والدكتور طلال قنطان مفوض الحكومي انه تاهيل هالقساط اللي عمره 60 سنه. نعم تاكلوا مع شسهم. نعم واعطاهم قساط. اي سنه طلب؟ ايه اي سنه طلب؟ هي استبدال القساطر سنة 92. نعم عملوا نعم احياء هذا. نعم ب 92 انعملوا. نعم هذا الحاووز القديم اللي من 36. نعم كانت قساطر ضيقه وتاكلت. نعم. الدكتور طلال القنطار طبعا بمسعاه مفوض الحكومة مجلس الانماء والاعمار قدم. نعم. لانه بعيد عن المنبع شي 10 كيلومتر. نعم. مي عندنا بالجبل مي تنتين خصوصيه. نعم. تنتين لوحده لليوم. بعد هيك بعد هيك ايه مي تنتين خصوصيه عندكم استقلاليه بالمي يعني. نعم مستقلين بالمي لحالكم. ايه المي لكم بس لوحده تنتينيه. نعم. تنبع من نفق الذايح. نعم من ملك المتينية. نعم. وبتصب الحوز هذا. نعم بتكفيكم المي دكتور للكل. بتكفي يعني عم بتعدي كل المتينية. بتكفي وشي تاني كمان عندنا بمحل حد منا ضيعة اسمه عين طورة. نعم فيها قطين عين طورة المتن. عين المتن. ايه نعم. فيها قطين عزار. نعم هذا كمان مجلس الماء والاعمار هو اللي استخرج هالمياه. نعم طبعا بمسعى من الدكتور طلال القنطار مفوض الحكومه مفوض الحكومه مجلس الماء والاعمار وعطى 600 متر مكعب لبلديه المتين. نعم والضيع كلها تغذت من هالاشياء هيدي كلها. طيب اليوم يعني مطلوب شيء بموضوع المياه؟ لا 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 ابدا المياه جاي على المتين كويسه بتجنن طبيعيه جاي من طبيعيه هذا كويسه ما لنا حق نحكي كويسه او مش كويسه هيدي الدوله بتحكي بس ما يتم. لا بس انت كمواطن ولد ديمقراطي في لك حق تحكي. انا جاي يعني انت عم تحكي بهذا الرقي وبهذا المستوى وبهذه الحضاره حقك هذا. انا عم بحكي عن الذين نعم قابوا بتاهيل الطرقات وتاهيل المياه يعني. نعم. اشتركوا بالبنى التحتيه. نعم نعم في موضوع ثاني كمان تفضل الصرف الصحي بالمتين. نعم وفي النيون. نعم في شخص عندنا الله يرحمه جوزيف سلامي كان مدير عام الامن العام بال 65. نعم هو اللي جاب النيون للمتين. نعم وهو اللي كمان وضع شبكة الصرف الصحي. نعم بالمتين ل 75% من البيوت. نعم بال 65 وال 66 ما تكون شبكة صرف صحي انتم بالمتين ولا؟ او ثالث بلد بيت بالمتين كل المتين؟ كل المتين. مرحوم يوسف سلامي أمن 75% من شبكة الصرف الصحي لشبكة المتين. نعم بقى 25% عاد استكملهم الدكتور طلال القنطار. نعم ب 96 مفوض الحكومه مفوض يعني. الحكومه نعم. ميسان ما استكمل هالمديه وصبحت اليوم كل بيوت المتين مرتبطه يعني مرتبطه بشبكه صرف صح وكل بيوت المتين بتوصل السياره لقدامهم. حلو هذا بفضل بلديات المتين المتعاقبه بسنه نعم. 1936 لحد اليوم اللي رئيس البلديه الاستاذ زهير ابو نيده. نعم نعم اللي بتمنى والتوفيق وبتمنى كمان تكون المتين مثل ما هي المتين. يعني بدك تفسر لي اكثر. بدي افسر لك اكثر. بدنا نقرا الكتاب لحتى نعرف الجواب. على راسي بدنا نقرا الكتاب. انا بحب المتين. نعم انا بحب المتين. نعم لانك وفي يعني كل واحد مفترض يكون وفي للمنطقه المتينيه كلها اللي بيربى فيها ولا شيء او للبنان بالذات. جميع المتينيه طيبين. نعم كلهم طيبين كلهم. انا ما بستثني حدا. حضرتك لعيني كمان. ما بستثني حدا من الطيبه. نعم. والدليل انه الاحداث الاليمه اللي مضت بالمتين ما في حدا يتهم الثاني انه كذا. والبلد الوحيد المتين اللي مضت بدون مصالحه.
كانوا يعملوا فيه مصالحات ويقبضوا خذوه وما بعرف شو، الامتينية ترفعوا على كل شيء على جروحاتهم. نعم. وبينهم الامتين هن تعاونوا وتكاتفوا كل واحد قد ما بيقدروا لبناء هالامتين. ان شاء الله تبقوا دائما متعاونين يعني، وان شاء الله بديهي. وان شاء الله بندمنا متعاونين، وان شاء الله انه الله يبعد السياسي عنا. نعم. ما بتحب السياسة؟ أنا بحب السياسة الإيجابية. نعم. أنا بحب. ونحن عنوننا الحلقة إيجابية. أنا بحب. أنا بحب السياسة الإيجابية، ومحل ما بتنتهي حدودك بتبلش حدودي أنا، ومحل ما بتخلص حياتي بتبلش حياتي، ما بدي أتجاوزك. كل واحد له نطاق وله سياسة. ديمقراطي بامتياز يعني. أنا أستاذ جامعي، أنا إلي 50 سنة أستاذ جامعي. وبالكلية الحربية. وبالكلية الحربية. في كثير من أهل البلد شخصيات وحضرتك. الزباط. نايم القائد الزباط الله يوجهه الخير، قائد الجيش السابق جان قهوجي تلميذي، وقائد الجيش الجديد اللي تخرج ب 84 عماد عون كمان من أحسن تلميذي، كلهم تلميذي. وأنا بالإضافة عضو بمباريات ميز الخدمة المدنية لحد اليوم من سنة 64 لحد اليوم. نعم. أنا بحب الإيجابيات وبحب السياسة الإيجابية، مش السياسة اللي بتنفع، مش السياسة اللي بتهدو. وبتمنى من هالإذاعة الكريمة أو المحطة الكريمة تلفزيون لبنان، يعني تلفزيون لبنان يهتم بي لمتين بالمتين، لأنه بتحتاج لمتين. نعم. تكرم عينك. لمتين بلد قديمة. نعم. لمتين بلد مثقفين، فيها قضاة. نعم. في رؤساء مجالس إدارة، في سفراء، في مدراء عامين، في سيد جامعيين، في مهندسين، في محامين، في ضباط. مش ناقصنا شيء الحمد لله إلا التفاتي ونكون محبين لبعض. إذا بدنا نقدم نحن على الهواء لائحة بالالتفاتي المطلوبة 1 2 3، شو بتحب نبلش؟ الالتفاتي أول شيء الاهتمام بآثارات الامتين. الاهتمام هذه وعد نحن رح نرفعها لوزارة الثقافة، لأنه الوزير مهتم كثير على التصوير الحالي. الاهتمام بآثارات الامتين، الاهتمام بالمدرسة الرسمية بالامتين. نعم. لأنه الامتين بال 65 كانت تجمع المدارس بالامتين. بالمتن؟ بالمتن كلها. كان بالامتين. مركزها بالامتين. واليوم؟ اليوم من شو بتشكي المدرسة الرسمية؟ بتشكي أول شيء ما فيها طلاب، الطلاب كلهم مش من الامتينة، مش من الامتينيين. نعم. بس من لبنان طبعاً. من إيه؟ لبنانيين هني. من الإخوان السوريين. سوريين. من الإخوان السوريين، أهلا وسهلا فيهم يعني، شو بدنا نعمل فيهم؟ بس ما فيها اهتمام من وزارة التربية. مدرسة رسمية ما فيها اهتمام. نعم. كثير يعني، بتمنى إنه وزير التربية يهتم شوي فيها المدرسة الرسمية. هذا وعد. وبتمنى ثلاثة. ايه ثالث شيء شو بتتمنى؟ بدك بوب لك هن اذا يعني بدك بوب لك هن بالختام، لانه بدنا نبوب 1 2 3 ليبقوا عندنا قيد الاهتمام. عندي امني ونداء لبلدية الامتين. نعم. بحرش الامتين. حرش الامتين شو في؟ 3954 3554 3555، هيدا مساحته ما بين 700 ومليون متر، ما حدا عم يستفيد منه. بين 700 ومليون متر ما حدا عم يستفيد منه. شو المطلوب؟ المطلوب مثل بسنة 1932 كان في لجنة اسمها لجنة حرج المتين، كانت تضمنه 2700 ليرة من شان يستفيدوا الفقراء بالمتين. من الصنور اللي فيه يعني ولا لا؟ سنديان. سنديان. بقصوا الحطب بيعملوا فحم، وبعدين بيعملوا كلس اتون. اتونات بيعملوا. اليوم غالي. غالي. طن خشب 400 دولار سنديان. بتمنى على بلدية الامتين. نعم. في حد منه مدينة صناعية. نعم. ضموا للمدينة الصناعية. تكرم عينك. وتأجروا المتر أقل شيء ب10 دولارات. ضرب 10 ب10 قد ايش بيطلع؟ أنا بقول لك إنه كل هذه المواضيع
رح يكون في إلى متابعة ضمن برنامجنا وزارة الثقافة البلدية وزارة التربية والتعليم العالي. نعم. ومنرجع كمان بنتشرف بلقاء معك لحتى نحطك نحن بالصورة. هذا هو هدف برنامجنا. هذا خليك هذا خليك هذا هو واجب. هذا هو واجب. وهذا كمان أنا واجبي تجاه الضيعة وعم بتمنى. نعم. من بلدية المتين هالتمنى هذا. نعم. إنه حوج المتين نستفيد منه إن شاء الله يا رب. بتصبح ما نحن بحاجة لإيرادات يعني تنقوي هالشيء هذا إن شاء الله. بتمنى من البلدية كلها سوا وخاصة رئيس البلدية الصديق والحبيب والجار والأخ إنه ياخذ هالشيء على مسؤوليته. رئيس نحن راح نشوفك عن قريب وإن شاء الله خير. خلص عم يتابعنا يمكن. أنا بدي أشكرك دكتور بهيج مجيد الأنطار بالختام عبر تلفزيون لبنان بهذه الإطلالة الإيجابيات. شو بدك تقول بالإيجابية؟ ختام. ختام بالختام فينا عليك قداش بدك تفضل قلي. بتمنى أول شيء تتعافى المتين. نعم. ويتعافى لبنان ونشبك ايدنا ببعضنا كلنا سوا ان شاء الله المتينيه واللبنانيه ونتساعد وكل ايجابياتنا نهتم. كل واحد بيحط لبنه بيحط بحصه كل واحد ضمن امكانياته نخلي المتين مثل ما كانت المتين لانه المتين بتستحق. كانت مركز الاماره طلع في منا رئيس مجلس الاداره طلع في ثلاثه اعضاء مجلس الاداره طلع فيها قائد الدرك طلع فيها مدراء عامين طلع فيها كذا كذا. بتمنى انه ترجع المتين مثل ما هي ونجتمع بساحه المتين اللي كانت سنه 1750 انطلاقه ضد الاقطاع ان شاء الله خير. يعني قبل طانوس شاهين ب 100 سنه ما عمل جمهوريته. نعم. نتمنى انه كلنا نجتمع بالمتين ونالف ليستا انتخابيه وحده اسمها لائحه المتين. شكرا سيدي. انا بدي اشكرك ولك اهلا وسهلا فيك دكتور بهيج مجيد القنطار الاستاذ في الكليه الحربيه والجامعه اللبنانيه. شكرا لوجودك معنا وراح يكون عندنا متابعه طبعا. شكرا للتلفزيون لبنان. بتمنى لكم الازدهار ووجه تحيه من هالمنبر لمعالي الوزير ولجميع الموظفين ونحن من ضمن صوتنا لصوتك تحيه كثير كبيره لمعالي وزير الاعلام. طبعا اصدقائي هلا بنوقف مع فاصل للاعلان ونتابع سوا. نتابع معكم حلقة اليوم مع ضيف جديد وسيم نصار رئيس لجنة المتابعة للأساتذة المتمرنين في ملاك التعليم الثانوي في كلية التربية. يخزل عين. أهلا وسهلا فيك. أهلا بكم. بده يافطة الاسم. إيه معلوم. أهلا وسهلا فيك. بده يافطة للمعاناة. معاناة كثيرة. تسمح لي أنا وياك بالبداية نشوف واقع هذه المعاناة من خلال تحقيق لكاميرا برنامج مشاكل وحلول ومنتابع لحتى تفصل لي 1 2 3 شو هو حجم هذه المعاناة وإذا موعدين أنكم ترتاحوا. إذا نشوف الريبورتاج سوا. نحن حقوقنا بتتضمن 6 درجات اللي نحن بنعتبرهم حق الطبيعي لإلنا كون نحن صرنا بالملاك الفعلي بكلية التربية. نحن انتسبنا للكلية بشهر 7 واليوم نحن بشهر على مشارف نص شهر 10. معناها في اجحاف بحقنا انه استاذ ثانوي عنده عائله يبقى 4 أشهر بدون قبض. مطلبنا هو نستفيد من ال6 درجات اللي اقرت لاساتذه التعليم الثانوي. في عنا 6 درجات بنعتبر نحن انه في حق طبيعي لنا بهال6 درجات ومعنا مطالعه قانونيه من مجلس الخدمه المدنيه بتقول انه هولي حقنا. نحن للصراحه عم ندفع ضريبه كفاءتنا انه نجحنا بكفاءتنا بامتحانات مجلس الخدمه مش بالبزلات السياسيه. ونحن جايين اليوم تحت الشتاء وبالرغم من صعوبه التنقلات من الجنوب من البقاع من الشمال من اقصى الجنوب لاقصى الشمال حتى نوصل رساله الى كل من يعنيهم الامر بانه ما في شيء بيحول بيننا وبين حقوقنا. نحن المفروض كنا نلتحق من سنتين بس تاخيرهم وحجتهم للعماده انه ما عندهم موازنه لحتى يقبضونا. تأخرنا وبس التحقنا انه هن عطون موازنة قلنا 3 أشهر ما نقبضين. كمان نحن بنطالب يضيفوا لنا 6 درجات باساس الراتب ونقبض حسب السلسله وعندنا كمان مطالب كثيره كمان اللي معهم شهاده الماستر يعادلوها ويعملوا سنه واحده كفاءه مش سنتين. يعني ما عم ناخذ حقوقنا بهيك بلد يعني كانه هالبلد مقسوم لناس معينه وناس ثانيه تضل قاعده على جنب. انا من الاساتذه عينه من الاساتذه المزوجين اللي عندنا اولاد. انا عندي شخصيا ولدين ال 12 13 سنه معلم بالمدارس الخاصه. طلبت الدوله انه تاخذوا موظفين للدوله بمجلس الخدمه. نحن قدمنا طلعنا من الاوائل. انا شخصيا طلعت الثاني ببيروت بماده البيولوجي
تركنا الدرجات تاعتنا بالخاص وقدمنا على اساس عم نحسن وضعنا. قالوا لنا في سنه تضحيه، ولكن ما قالوا لنا انه حتمضوا ممنوع تعلموا او تشتغلوا برا، حتمضوا تشتغلوا بس تقبضوا مليون ليره. وبعد ما قبضناه نحن عندنا اولاد، عندي ولدين انا منهم بلشت مدرسه اول وحده، فما بعرف يعني شو ناطرين منها. اذا ما في مدخول الا بس هذا اللي بعد ما اعطونا اياه، هو بس مليون. نحن تخلينا عن معاشات اعلى بكثير لانه نحن بدنا نحب المدارس الرسميه وبدنا نعطي الافضل لتلاميذ الدوله، ولكن للاسف عم يقصصونا انه نحن نجحنا. انا رافع العلم اللبناني رمز الحريه والمساواه والعدل بلبنان، بس ما عم لاقيهم لانه انا موجوده هلا بالشارع. منتابع مشاكل وحلول، شفتك عم تطلع بالروبورتاج وعابس كل الوقت. تستاهل عبسه. يستاهل. اكلتوا شتاء؟ اكلناها شتاء ايه. كنا عارفين انه في شتاء. ومع كل هيدا ونزلنا مصرين. مصرين. طب اليوم استاذ وسيم، يعني انطلاقا من كل هذه التحركات، يعني انت وزملائك بتحسوا انه انتم هذه التحركات رح توصلكم الى فتوى، الى نتيجه، الى تسويه، الى واقع؟ نحن نتأمل انه هيدي الشيء اللي صار يوصل صداه لمحل ما لازم يوصل. نعم. وما نرجع للماضي، للوعود اللي كنا نوعدها بالسابق. نعم. يعني بلشنا باول وعد على ايام الوزير بصعب. نحن طول بلشت معاناتنا 2013 قدمنا طلبات على مجلس الخدمه. نعم. 2015 عملنا امتحانات، 2016 طلعت النتائج. نحن اليوم 2017 نحن اليوم 2017 2018 ومعاناتنا بلشت من وقت. نعم. طيب الوزير بصعب وعدنا انه بدنا نبلش بشباط بكليه التربيه. اي شباط؟ شباط العام الماضي. سمى شباط 2000 وكذا. نعم. وقالنا انه بدها تكون لا مركزيه. نعم. يعني بالمناطق بدها تكون هذا. كل هذا الشيء ما صار. واكثر من هيك، نحن السنه الماضيه قالوا لنا انه انتم ممنوع تتعاقدوا ولا باي ثانويه. مين اللي قال لك؟ بالوزاره التربيه، لانه في بالقانون لما نحن بننجح بدنا نلتحق بكليه التربيه، بالقانون نحن ممنوع نكون ماخذين ساعات تعاقد لا بالخاص ولا باي عمل ماجور. بدك تكون ولا شيء، بس متفضي لدراسه بكليه التربيه. يعني. ايه. طيب بهذا الوقت نحن تركنا مدارسنا الخاصه، تركنا الضمان اللي كنا مضمونينه، وعلى اساس انه بدنا نلتحق بكليه التربيه بشباط. نعم. واذ بشباط بيجي وبيروح شباط، واجا شباط جاي شباط الثاني، وما التحقنا بوقتها بالوعد اللي وعدنا فيه. طب الوزير الحالي شو بيقول؟ الوزير الحالي وصلنا له. اعطونا 10 ساعات تعاقد السنه الماضيه. 10 ساعات تعاقد، انا كان معي 30 ساعه تعاقد. اخذنا 10 ساعات على اساس انه احنا شو بدنا نفوت بكليه التربيه. طيب بتسمح لي، بتفرق شيء ساعات تعاقد بتاخذها انت على حسابك ولا من قبل الوزاره ولا كيف؟ او هو في النظام، في احنا ملزمين بالقانون. نعم. هلا انا لو بعرف انه ما كنت بدي التحق السنه الماضيه ما كنت بترك الخاص ولا تركت الضمان. ولا تركت يعني الضمان على كل قطعت السنه بعد سلسله الاعتصامات اللي عملناها للاسف. يعني لحتى صاروا شهادة 15 يمكن، لحتى التحقنا ب 17 تموز بعد الضغط وبعد وقوف معالي وزير التربية الحالي استاذ مروان حمادي، بنوجه له تحية، من أول ما وصل على الوزارة وحمل ملفنا بهذا الموضوع ومشي فيه بالطريق الصحيح. يعني مش قرار وزير حل مشكلتكم، بدنا مجلس وزراء؟ مشكلتنا نحن هلا اللي حمل ملفنا، إذا حمل ملفنا المفروض ينفتح ويقول 1 2 3. انفتحت كلية التربية. نعم. فتنا على الكلية نحن. نعم. مشكلتنا هلا بلشت هون، نحن فتنا ب 17 تموز. 17 تموز، تموز الماضي من شهرين ثلاثة. ايه لحد هلا نحن بعد مش قابضين ولا ليرة. مش قابضين ولا ليرة من وقت. بدكم تقبضوا على اساس العشر ساعات ولا كيف؟ هول 10 ساعات هن من ضمن نصابنا بكلية التربية، نحن عم نعمل الدورة وهول. نعم. بيكونوا تطبيق، يعني هول. نعم. من ضمن عملنا. نعم. هول ما بنتقاضى عليهم اجر. اوكي. نحن بناخذ اجر بناء على سلسلة الرتب والرواتب، اذا بدهم. نعم. يطبقوه علينا القانون 46. نحن مفترض ناخذ تفضل. نحن مفترض ناخذ رواتبنا وفق السلسله. نعم. طيب نحن هون اصطدمنا بمشكله اللي هي 6 درجات. نعم. 6 درجات اللي هن نحن بنعتبرهم انه هن من حقنا، وبالقانون هن عم يقولوا انه هودي 6 درجات هن مش من حقنا. نعم. طيب فهون نحن بدنا نيجي نقول انه انا موظف مثل اي مواطن بهالبلد هيدا، انا ما عم طالب الا بالعداله به بين كل المواطنين وكل. نعم. الموظفين. نعم. طيب كل الموظفين وحتى بملاك التعليم الثانوي، تصور انت. نعم. مثلا انا استاذ فايت على ملاك التعليم الثانوي وزميلي استاذ بملاك التعليم. نعم. الثانوي، هو اخذ ال6 درجات وانا بديش اخذهم. نعم. طيب كيف يعني، بس فسروا لنا هذا الموضوع، مع العلم انه المرسوم اللي نحن قدمنا عليه. نعم. شو رقم المرسوم؟ مرسوم 89. نعم. بيقول هذا المرسوم الماده
الخامسة منه بتقول تحسب مدة الدراسة لطلاب شهادة الكفاءة من أصل خدماتهم الفعلية في الوظيفة العامة. نعم. يعني نحن أصبحنا بالخدمة الفعلية معنا. نعم. تاريخ مباشرة ب 17 تموز. نعم. طيب هني عم يقولوا أنه نحن عميلي بيختلفوا على كلمة الخدمة الفعلية، أستاذ متمرن وأستاذ غير متمرن. نعم. نحن عملنا نهار الجمعة إضراب واعتصام، ونهار التنين عملنا إضراب واعتصام تحذيري، عملنا إضراب تحذيري على اساس انه هذا الموضوع نحن ما رح نسامح فيه. نعم. 6 درجات هن من حقنا نحن بالخدمه الفعليه، اذا في مشكله بالقانون 46 يعدلوه، ما في مشكله يعطونا حقوقنا. امبارح كان في لقاء مع معالي الوزير بمعيه رئيس الرابطه الاستاذ نزيه جبه، وكمان بنوجه له تحيه. انتم يعني يعتبر تابعين للرابطه؟ نحن اصبحنا فعليا جزء من رابطه التعليم الفني، لانه فتنا على الملف الرسمي يعني. نعم. طبعا نحن قطعنا اصعب امتحان اللي هو مجلس الخدمه المدنيه. نعم. فتنا مبدئيا على ملاك التعليم الثانوي، فنحن جزء من الرابطة، والرابطة مسؤوليتها تتبنى مطالبنا وتمشي فيهم. هلا بكل الاحوال استاذ نزيه جباوي امبارح رحنا نحن وياه على لعند معالي الوزير. نعم. ومعالي الوزير وعدنا. نعم. واتصل برئيس الجامعة وكان الشفاف يعني فتح الصوت وكنا عم نسمع وعم نتحاور نحن رئيس الجامعة مباشرة. وحكينا بموضوع الرواتب، موضوع الرواتب بدهم يقبضونا نحن هلا على 1,080,000. نعم. يعني انا فئه ثالثه، ما عادش في احترام للفئات، صار موظف الفئه الرابعه والفئه الخامسه افضل مني. نعم. طيب انا على اي اساس بدي اخذ انا اساس راتب 1,080,000 وغيري عم ياخذ 1,600,000 و1,700,000؟ يعني بس في موضوع الفئه وين؟ طيب ما انا لازم اقبض على السلسله، اذا انت بدكش تعطيني الست درجات واللي هني حقي بدي اياهم. طيب هلا بايد مين اللي عم تحكيها؟ هيدا اللي بدي اعرفه. هيدا الموضوع بده يكون بين معالي وزير التربية وبين كلية التربية وبين مجلس الخدمة المدنية. نعم. هلا معالي وزير التربية امبارح قال بعت مراسلة للجنة الاستشارات والعدل. نعم. لحتى لي شوف إذا هول الدرجات بحقوا لنا من هلا لينزلوا بصلب الراتب. إمتى بتاخذوا جواب؟ ما أعطانا وقت محدد. ما في وقت محدد. نحن حننطر فترة من الزمن، من هلا لفترة محددة من الزمن، يعني ماكسيموم آخر هذا الشهر. إذا لقينا جواب إيجابي لقينا، ما لقينا في عنا أطر تاني حنتحرك فيه. شو كمان بننزل المرة 16 على الطريق و17 يعني شو قلي؟ للأسف إنه بهذا البلد الحقوق تنتزع ولا طاط. نعم. يعني تعودنا عودونا بهذا البلد إنه الحق بدك تنتزعه انتزاع، ما فيك تاخده، ما فيك تاخذ حق منه. يعني أنتم بالعادي هلا مفترض كيف تقبضوا رواتبكم بالمطلق؟ نحن مفترض نقبض على 1,550,000. نعم. والست درجات فوق منهم يعني بصير معاشنا 1,850,000 شهريا. طبعا. نعم. لكم قديش مش قابضين؟ قلنا من شهر تموز لحد هلا ولا ليل. هلا وعدنا رئيس الجامعه وكان وزير التربيه امبارح استاذ مروان حمادي على اساس انه هذا الشهر ب 1/11/2/11 هذا. نعم. الشهر حنقبض عن 3 اشهر. طب رح تتكرر هذه المعاناه انه كل ما بدنا نقبض بدنا ننزل على الطريق ولا خلص؟ لا مره واحده واجراءات يعني الظاهر حتتكرر لان 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 عم يقولوا انه نحن حنقبض على 1,080,000 وفي فرق السلسله فرق القانون 46 بدهم يطلبوا سلفه. نعم. لحتى لي يغطوا هيدي الفروقات. نعم. وانت بتعرف انه بهذا البلد بس تطلب سلفه يعني الله بيعلم قديش بدها لتوصل. الروتين الاداري اللي موجود بهذا البلد يعني عجيب، انه بدك تبعت مراسله اللي بدها جمعه لتنتقل من مكتب لمكتب. نعم. طب ايضا من مطالبكم يعني انا كنت عم بشوف من خلال البيان اللي انتم وزعتوه عندكم يعني موضوع مشكله طلاب الماستر. صحيح. هولس الأساتذة اللي هن خلصوا ماستر أموان بدهم يعملون كانوا سنتين كلية تربية. نعم. وهول عاملين 4 سنين يعني ما فيك أنت تعادل تلميذ عامل ماجستير أموان مع تلميذ 3 سنين ليسانس. نعم. طيب الليسانس 3 سنين أوكي بس اللي معه أموان لا. نعم. وهيدي المشكلة بعتقد انحلت يعني في وعدونا بكلية التربية. مين اللي وعدك؟ دكتور فادي توا بكلية. نعم. التربية حكى بهذا الموضوع. نعم. انه انحلت ورئيس الرابطة كمان امبارح اكد على هذا الموضوع انه تواصلوا مع العميدة والموضوع محلول بعتقد بهذا. طب واعفاءات للطلاب شو موضوعها؟ اعفاءات الطلاب هون في عندنا نحن نوعين من الاساتذة. في اساتذة عملوا شهادة كفاءة بدورة الاساسي بال 2012 2013. نعم. وفي ناس عملوا كفاءة بكلية التربية على هن بمبادرة شخصية منهم. نعم. عملوا شهادة الكفاءة وفي ناس مو عن دكتوراه. طيب هودي الطلاب اللي هن عاملين هيدي الشهاده ما عم يعيدوا نفس المواد. نفس المواد هلا نحن عم ناخذهم بكل التربيه. شو المطلوب؟ مطلوب انه ينعفوا هول.
يعني ما في يعني مش من العدل انه هذا التلميذ اللي عمل الدوره ذاتها والمواد ذاتها بركي بيعتمدوا بالاعاده افاده معقول بس انه هذا في ظلم يعني ما عفوا استاذ نعم قل لي نحن اذا بدي اجي اقول لك نحن ما بنجي من اقصى جنوب ومن اقصى الشمال يعني في معنى استاذ بينزل من وادي خالد ومن عكاظ بده 4 ساعات ليوصل لهون يوميا طب نحن عندنا 3 ايام دوام بكليه التربيه و3 دوام بثانوياتنا طيب هذا الزلمه بيجي بده 4 ساعات بفل دوامنا بعد الظهر نخلص ولا يطلع على بيته ليوصل للساعه 12 ثاني يوم بده يرجع كمان يجي الساعه 5 الصبح هلا منا مشكله السنه بدنا نضحي فيها بس نحن عم نقول موضوع الاعفاءات يعني هودي الناس في ظلم انه يبقوا بهيدي المعاناه بظل هيدي المعاناه في ظلم طيب يعني كل هالتركيبه اللي انت عم تحكي عنها يعني عم لاحظ انا في مشاكل متراكمه اجتمعتوا مع المعنيين اجتمعتوا مع الوزير اجتمعتوا مع كل الجهات اجتمعنا مع يعني كل العالم واخذنا وعود وبدك اكثر من وعدنا نلتحق ب 17 ايار اللي هو كان وقتها 17 نيسان عفوا كان وقتها بعده عيد الفصح نعم قالوا لنا بدنا نلحقكم ب 17 نيسان ما انتبهنا نحن انه هذا بعطله عيد الفصح نعم تصور اي الوعد اللي وعدنا فيه يعني شو اي وعود بعد بدنا ناخذ فيها اي وعود بعد بدنا ناخذ فيها طب اليوم بختام هذه الاطلاله وهذا الوجع وهذه الصرخه شو بتحب تطلب من المسؤولين المعنيين قبل ما نرجع نفكر بالنزول والاعتصام بالشوارع؟ احنا بنطلب من المعنيين النظر لهودي الاساتذه اللي هن مستقبل هذا البلد نعم واللي هن بدهم يبنوا هذا البلد ومسؤوليه عندهم على عاتقهم اصعب مسؤوليه نعم. هي مسؤوليه بناء الوطن يلتفتوا لهودي الاساتذه وانا بدي انطلق من 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 خطاب القسم لفخامه رئيس الجمهوريه اللي هو بخطاب القسم قال انا بدي اهتم بالقطاع التربوي والقطاع التعليم فنحن بنوجه لكل من يعنيه الامر لكل مسؤول يلتفت لهذا الموضوع ما يظلمونا بالست درجات باكد على موضوع الست درجات لانه هيدا الاساس اللي هو مش رح نسامح فيه نحن لانه هيدا نحن بنعتبره حقنا وحق مكتسب لنا اي مشكله في يشوفوا كيف بدهم يعالجوها بالطرق القانونيه هذا مهم نحن هذا الموضوع خط احمر عنا اساسي بالنسبه لنا وبنتمنى انه هذا ما يظلمونا فيه أسوة ببقية زملاء ونحن بعدك رح نكون دائما إلى جانبكم لحتى نقدر نوصل صوتكم للمعنيين مع كل الإشارة لكل الاحترام وتقدير لكل إنسان بيسعى أنه يساعدكم بحل مشكلتكم شكرا لك لكم. شكرا لكم على الاستضافة وعلى توصيل صوتنا أنا بدي حيي من خلالك كل زملائك الأساتذة المتمرنين اللي عم بيسمعونا الله يخليك الله يخليك شكرا لك شكرا لك إذا أصدقائي نحن لهون وصلنا لنهاية حلقة اليوم نلتقي معكم بكرة بحلقة جديدة بإطار مشاكل وحلول إلى اللقاء.